الاعزاز مؤسس هذا البلد وهذا الوطن الشامخ نتذكر المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله، نتذكره ونعلم كيف كانت هذه البلاد من اقصاها الى اقصاها، كيف كانت تعيش في حرب، كيف كانت تعيش في حروب وثارات واقتتال ومعارات وفقر وشتات، واراد الله بفضله ان يكرمه بلم الشتات وتوحيد الصفوف، وجعل على يده تاسيس وبناء هذا الوطن العظيم المملكه العربيه السعوديه. هنا على منهجنا راسخون في مبادئنا مواطنون واجتماعي وتعليمي وسياحي وزراعي ايضا غير مسبوق، ولقد حظيت ما شاء الله تبارك الله، يوم جميل ويوم ممتع، واشكر الاستاذ مفرح الشهري على المشاركات. وش تمنياتك للوطن؟ يعني ابارك الوطن بالفرحه ولمعزك يا وطن. والله هذا نحتفل به 93 عام الحمد لله، والله ما اجعل وطننا سالما غانما باذن الله. والله يوم المفروض كل شعب السعودية يفتخرون فيه، وهذا وهم اصلا يفتخرون فيه دائما. اخبارك؟ خير عساك بخير. وش رايك عن اليوم الوطني؟ والله اليوم كان حفل ممتاز ما شاء الله تبارك الله، والتنظيم كان جيد من طلاب النواب جزاهم الله خير، وما نقول الا الله يعيد علينا باعوام مديده ان شاء الله. امين يا رب، جزاك الله خير. السلام عليكم. يا هلا والله وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله والله طيب. وش رايك عن اليوم الوطني؟ الحمد لله والله كويس، وجهودات عظيمه من النظام بتنظيم المكان كامل وتقديم من ناحية تقديم الحفل والقصائد.
اليوم الوطني يوم يعني غالي على نفوس الجميع، يعني هذا اليوم يوم بشعار وهوية نحلم الحق. يعني وطن كما يقال لا نحميه لا نحبه لا نستحق العيش فيه. اليوم شهدنا الاحتفالية الجميلة من الطلاب، شهدنا تفاعلهم وحماسهم، وهذا دليل صادق على حبهم لوطنهم. اليوم الوطني بكل عام، والحمد لله ربنا وفقنا في هذا العام ووفق والله وفق الجميع إن شاء الله. إبراهيم معمر، أجمل 93 سنة في العالم.